تحياتي لك تيما ولكل المشاهدين والرحمي لكل الشهداء على رأسهم سيد المقاومة السيد حسن نصر الله وكل الشهداء الأبرار. يعني هذه طريق يعني ضريبة الطريق ذات الشوكة، ضريبة المقاومة والتصدي للعدوان، وإن شاء الله يعني الوفاء لهذه المسيرة والاستمرار بالمقاومة. واليوم يعني دحر العدوان البري هو أسمى يعني آيات الامتنان، وطبعا تقدير لشهادة سماحته وكل المقاومين. وهو كان دائما يعني يتمنى الشهادة، ولا ما كان يتمنى في خطابه الأخير يعني كلها عن تداول 19 أيلول من اللقاء في جوار الله. هو كان يدرك تماما هذا الأمر، وكل مقاوم اليوم بلبنان وفلسطيني في كل الأمة يدرك تماما أن ثمن الانتصار هو الدم الشهادة، وكل يعني ما كل غالي ونفيس بيرخص قدام القضية السامية. فاليوم واضح تماما أنه هناك يعني مشروع تطبيع، مشروع لتغيير وجه المنطقة، وهذه اليوم المعركة أحد المعارك الفاصلة لإفشال هذا المخطط. نعم، يعني طبعا ما فينا نقول غير أنه هنيئا له الشهادة. برأيك يعني ما هو مصير لبنان بعد استشهاد السيد؟ يعني إلى أي مدى سيختلف المشهد أستاذ علي؟ يعني طبعا نحن قدام غياب قائد كاريزماتي مؤثر ولديه خبرة سياسية وعسكرية وأمنية وطبعا دينية على مدى أكثر من 3 عقود ونصف، الحكم استمرارية، المقاومة استمرارية. يعني قبله كثير من الشهداء سقطوا في عدد من التنظيمات، مثل حماس الشيخ أحمد ياسين، السيد عباس الموسوي أيضا سلم السيد نصر الله يعني القيادة وفي عمر صغير وأنجز الكثير عن مدى 3 عقود. هناك في المقاومة الكثير من الكفاءات القادرة على أن تخوض المسيرة، ولكن يعني فينا نقول أنه ما حدا بيعبي مطرح حدا، ولكن يعني الاستمرارية هي الأساس. المقاومة أيديولوجيا، المقاومة فكر، المقاومة نهج، المقاومة يعني إيمان راسخ يعني حتى انقطاع النفس. لذلك طبعا غيابه سيكون مؤثر وبالجسد وطبعا يعني بيناتنا، ولكن هو حاضر، سيكون حاضر من عليه أو ليشوفنا. وطبعا الوفاء له لكل الشهداء بيكون بالاستمرار بهذا الخط. لذلك أنا لا أخشى لا على لبنان ولا على حزب الله ولا على فلسطين، طالما هناك مقاوم وعربي ولبناني ووطني شريف. وأيضا نحن بنراهن على حكمة الرئيس نبيه بر. اليوم عندنا أيضا قائد كبير، قائد وطني، رجل دولة بامتياز، وأثبت أنه يعني كل السنوات الماضية وحتى اليوم أنه رجل حكيم ووطني رائع، وأنا أعول على حكمته. وأنا لا أخشى على لبنان حتى سياسيا، أيضا الحكومة ومؤسسات على الرغم من العجز والتقصير السابق على تتعاطى يعني بمقدرات ضعيفة مع العدوان ومع النزوح، ولكن يعني دائما أنا أبصر أو بطلع بالجانب الإيجابي بالأمر. ما فينا يعني نجلد حدا، اليوم نحن بحرب، نحن بأزمة كبيرة، المطلوب تضافر كل الجهود، المطلوب يعني رمي الأحقاد لبعض الناس. للأسف يعني عم يوصلني بعض الأصداء السلبية من بعض المناطق، يعني لما صار في ضرب مثلا بشوف طم امبارح 3 نازحين مثلا، أتمنى توضيح من الجنبلاط شو عم يصير بالشوب وبعدران. يعني أكثر من عائلة اتصلوا فيه امبارح وطلعت منهم يعني بطرابلس أمكنة. طبعا نوجه الشكر لأخواننا بالمجلس العلوي الشيخ علي قدور الشيخ أحمد عاصي لتلبيتنا امبارح. طبعا نحن اليوم نتمنى التوضيح من وليد جملات شخصيا، وانا اؤمن بحكمته وبرجل وطني، ماذا يحصل في الجبل من بعض النازحين بغير اماكن، بجبال، ببترون، ببعض عم يمتنعوا عن تاجير بعض النازحين من الجنوب، عم يتم التعاطي معهم بعنصريه، نرفض هذا الامر. يعني اتمنى التوضيح من الجهات المعنيه هناك. وايضا وصولا الى يعني الى القول ان لبنان اليوم هو بكل طوائفه نسيج واحد. يعني اليوم استشهد كاهن بالجنوب يعني صامد مثل كل اهل الجنوب. اليوم المقاومه لا تفرق بين شيعه مسيحي درزي وسني، المقاومه لكل لبنان، العدو يجتاح كل لبنان لا يفرق بين اي مدينه. اليوم قصف قبل الساعه صباحا عم يقصف كل لبنان، ما عم يميز اذا طفل لمراه لشيخ، يعني لا مسيحي لا درزي لا شيء، ما عنده مشكله. لذلك احنا اليوم مطلوب الوحده، رمي بعض الاحقاد. يعني هذا عمليه الشحن النفوس
بهالشهر الماضي ما بيشبهونا بيشبهونا، عيب معيب هذا الكلام وأرفض هذا الكلام. ولو كانت الأمر أنا أجزم لك يعني باسم الطائفة الشيعية اللي هي طائفة وطنية وطائفة يعني مؤسسة في لبنان، لو لا سمح الله حصل الأمر من أي منطقة في لبنان على منطقة الشيعية سنخدمهم بأشفار عيوننا وننسى وإحنا لا نحقد، نحن لا نحقد ولا نتعاطى بإنسانية وبأخلاقنا وبديننا. لذلك يعني عيب أن يتعاطى أي لبناني مع أخي اللبناني بهذه الطريقة، والناس لبعضها والدنيا دوارة. يا جماعة انتبهوا انه اليوم لبنان كله بأزمة، حتى قبل الحرب هل كانت امورنا جيدة؟ نحن عم نعاني من 2019 من الكورونا، من الأزمة الاقتصادية، من نهب الودائع، من الفساد، من كل الممارسات الشائنة لأهل السلطة لبعض أهل السلطة. لذلك اليوم لبنان مش سبب مشاكل الحرب، لا، نحن سبب مشاكلنا العدو، سبب مشاكلنا الحصار اللي صار علينا مع سوريا، قانون قيصر. يعني ما ننسى هالأمور، ما نحط دائما إنه المشكلة بالمقاومة وسلاح المقاومة والبيئة يعني الشعبية. وفرضنا أن بعض يعني يفكر إنه خدمة الأمريكي وبعض الدول الأوروبية والغربية وربما الخليجية إنه عم يبيض صورته إيش اللي عند الأمير إنه عم ينكر بحزب الله وبيئته إنه بقوم بعمل هيك، هو غلطان. لازم هو أصلا من مبدأ يغلب الجانب الإنساني. طبعا هو يبين إنه إنسان حضاري وإنسان يعني مرتب وحلاق وواعي وإنسان، إنه بالعكس يبيض وجهه مع الناس، لأنه الناس ما يعني بالنهاية أي مدني نازح مش كل الناس هي يعني منظمة، بالعكس يعني جمهور المقاومة مع افتخاره بهذا الانتماء ومع افتخاره بالانتماء لهذا الخط وخط الشهداء، خط الصادقين والأولياء والصالحين. ولكن الجانب الإنساني بكل أنحاء العالم، الحروب لها خصوصية، الإنسان المدني نازح لها خصوصية، الأعزل له القانون الدولي يعني بأسوأ المنظمات الدولية ما بتحترم القوانين وبتطبق إلا على الضحية مش على الجلاد اللي هو العدو. لكن علينا أن نكون يعني دائما واعيين وإنسانيين. هذه الصرخة أنا يعني عم استفيد من منبر جديد القناة المحترمة الحضارية، القناة التي عم تنقل وجع الناس بالفرح وبالزعل وبالحزن حتى بأيام الأعياد. أنتم بتنقلوا صوت الناس، لذلك صوت الناس اللي بيوصل. عيب اليوم نسمع بعد جمعة 10 أيام من التهجير القسري، نسمع ممارسات شائنة، وأتمنى من الجهات المسؤولة بالدولة تحقق بالأمر وتروح على كل منطقة بمنطقتها، واللجان الموجودة بالبلديات المخاطير والأحزاب بكل حدا بمنطقته، رجاء تعاطوا بإنسانية وتعاطوا بأخلاقكم وبيئتكم. الترزي عنده نخوة وعنده كرامة وشرف، من هنا تخلص الدنيا. الشيعة كذلك، السني، المسيحي، تعاطوا بإنسانيتكم، تعاطوا بدينكم، تعاطوا بالجانب الوطني. لبنان لكل أبنائه، لبنان وطن نهائي لكل أبنائه. بعد ما تخلص الحرب حيرجعوا بعض الزعماء المختلفين، رجعوا يقعدوا مع الآخرين، رجعوا يتفاوضوا مع السلطة وعلى المكاسب إلى آخره. جاي انتخابات نيابية وجاي الوقت للمحاسبة، فكل هذه الأمور ما بتمرق اليوم منقطعها، بعدين ما رح نقطعها إذا حدا مصر إنه يعمل هيك قصص، لأنه بيكون هو يعني ما خلى للصلح رجع، هو ما كان تعاطي كوطني وكلبناني. لذلك صرخة إنسانية من القلب للقلب، رجاء أينما من بيقدر يساعد من اللبناني يساعد الناس لبعضها. الحرب بتخلص ولكن الإنسانية ما بتخلص، إحنا أبناء وطن واحد وكلنا آخر شيء ما لنا غنى عن بعض. هذا اللي حبيت أقوله بهالجانب. نعم استاذ علي، بدنا نحكي شوي عن العمليه البريه اللي بدا فيها جيش العدو الاسرائيلي صباح اليوم ضد حزب الله. ماذا تحمل الساعات المقبله، وهذه العمليه ستكون برايك يعني طويله الامد ام محدوده، واسعه النطاق ام محدوده، وبرايك يعني كيف ستواجه المقاومه هذا الاجتياح؟ يعني انا دائما مشهوره بتركيا بلبنان بالمنطقه عنا الكباب، يعني انا ان شاء الله انا امل يعني انه كل حدا غازي مهما كانت يعني جنسيته ومهما كان قوته وعن جهوته وعن جهته وجبروته سيرجع يعني الى حيث اتى كباب فكت ان شاء الله. فاذا لا بديل يعني المقاومه عودتنا ب 82 الامر مشابه. انا قلت سيناريو اللي عم يصير اليوم شبيه كثير ب 82 وما حصل مع عزمه التحرير والمقاومه الفلسطينيه ومن ثم المقاومه اللبنانيه. كمان شبيه بالعام 2006 بلش العدوان بتهجير اهالي الجنوب، بضرب القرى الحدوديه، بجعل مطارح مدمره بكامل الارض المحروقه. طبعا هو عم يمدد بالعدوان على كل المناطق اللي عم يحاول حتى وصولا الى سوريا والحدود السوريه، عم يضرب حتى يعمل ضغط، يعني اول شيء يخلي المناطق من النازحين
مش صامدين، حتى الفرق الاسعافيه والكشفيه عم يضربها لحتى يجعل المنطقه خالي تماما، يعني وهو بيعتقد انه في انفاق وبيعتقد انه المقاومه عامله كمائن على غرار غزه. يعني هو نموذج غزه، تدمير شبيه بنموذج غزه، عم يستعمل اصلا عم يستعمل التحصينات او القنابل الخارقه للتحصينات، يعتقد انه في انفاق على الحدود، يعتقد انه الانفاق اللي شافها بفيديوهات المقاومه موجوده على الحدود تصل المناطق ببعضها، فهو بده يتم بلام على قوه تدميريه هائله قبل ما يفوت بالعمل البري. طبعا هو سيتريث انه المقاومه امبارح بعثت رساله، اول رساله بعثتها على لسان نائب الامين العام الشيخ نعيم حسن انه نحن جاهزين للعمل البري. اصلا المقاومه من اللحظه الاولى منذ بدايه العام 2023 و24 هناك خطط لمواجهة أي غزو بري. المعلومات عن المقاومة مش من هلأ موجودة، التحضيرات قبل 7 أكتوبر معروفة أنه العدو يحضر لعملية عسكرية ضد لبنان، كان عادةً يحضر لعملية ضرب المفاعلات النووية الإيرانية السلمية، يحضر لسنوات كثيرة، والروس وضعوا حزب الله وإيران وسوريا بالجو العدواني الإسرائيلي الصهيوني. لذلك اليوم الاحسينات او الخطط العسكريه المقاومه جاهزه من عوام، واساسا حتى من عام 2006 لليوم المقاومه غيرت كثير باستراتيجيتها العسكريه، وهي جاهزه دائما على الحدود وطبعا باماكن غير موجوده مثل يعني غير مرئيه، لا طبعا لا في قواعد سيتي للمقاومه، لا في منصات صواريخ موجود بمزعم العدو، ولا بيعرف اصلا هو وين انتشار المقاومين. لذلك هو اليوم بيعترف ناطق باسم الجيش العدو انه نحن نقاتل جنودا غير مرئيين. اليوم عم توصل حتى داخل المستعمرات، مجرد ما عم يطلوا يعني كانوا امبارح عم يستعرضوا عم يقولوا انه نحن جمعنا جنود 100 دبابه ببعض المستعمرات، انا باكد لك انه اكثر من ربع هذه الدبابات دمر وسودت تجمعات كثيره باكثر من نقطه. لذلك اليوم المستقبل المعركة البرية هو مستقبل حاسم وفاصل، وسيكون بداية الثأر لكل الشهداء في لبنان من هذه العملية البرية. طبعا مثل بقولوا بالعامية لن يدخلوا إلا على أجسادنا، يعني ما في مستحيل، يعني لو فاتوا حتى لو احتلوا عملوا كثافة نارية وفاتوا بأعداد كبيرة، يعني عم يلاحقوا 100,000 جندي يفوتوا مثل ما صار ب 2006، يمكن يوصل عوادي الحجارة، يمكن ما يوصلوا، حتى لو وصلوا ما رح يبقوا، رح يكون في هناك يعني معركة طويلة ومعركة كبيرة. وما تنسي اليوم انه مش فقط بس المقاومة الإسلامية موجودة على الحدود، اليوم الجماعة الإسلامية، الحزب القومي، حزب البعث، حركة أمل، كل الأحزاب الوطنية اليوم عندها مقاومين، وكل أعضاء أساساً كل أبناء القرى الجنوبية هن بادين بقراهم، كل المقاومين موجودين بقراهم، هن بلاد القرى هن نسيج الجنوب الجميل، هن موجودين صامدين بقراهم. لذلك يعني حتى لو بدهم يقاتلوا بس بالوسائل التقليدية ما رح يخلوا هذا العدو يعني يحتل أرضنا مجدداً، واللي صار بال 72 و82 لن يتكرر، وما في أحزمة، لا أحزمة يعني حدودية ولا شريط حدودي ولا هذا الوهم عند العنجهيل عم يطلع فيها انه هو يعني يضرب بعرض الحائط كل المواثيق، بيقتل بيدمر مطرح المكان، هذا الامر انتهى. يمكن بحقق برايه او يزعم انه يحقق انتصار بمعركه بجوله، ولكن لن نكسب الحرب سجال. وكما قال السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه قال ستحملون دباباتكم معهم، سيحملون دباباتهم معهم، وايضا يعني حيث يجب ان نكون سنكون، وهي حرب وجوديه ايضا بالنسبه للمقاومه. وهذا الامر اصلا يعني كما الشيخ نعيم قال امبارح انه يعني المقاومه تتمنى الالتحام مع العدو، اصلا كل هذه التكنولوجيا وهذه الصواريخ الشبحيه والطائرات الشبحيه يمكن يتقدم عليها تكنولوجيا استخباراتيا، يمكن يتقدم علينا ببعض المسائل، ولكن البر له السياده. اليوم بغزه يعني اكبر دليل بغزه، هن اعترفوا يعني منذ شهر على قراءه بادعاءات احرنات احصاء، يمكن الاصدق بين العدو كان انه هن 10,000 اصابه بين قتيل وجريح في غزه وحدها غير رفح. يعني اليوم هن عم يحكوا عن 10,000 جندي سقطوا بغزه بالعمليه البريه، فكيف بلبنان؟ حتى لما كنا حكينا ب 13 سنه انه صواريخ ايران وصلت من 2200 و2300 كيلومتر، وصلت بالامس من اليمن على 2100 2200 كيلومتر، اليوم احنا المسافه صفر
اليوم راح نشوف حقيقة شو يعني مسافة الصفر، شو يعني صواريخ تقيلة دقيقة من مسافة الصفر، شو يعني أنت اليوم فايت على مقبرة الغزات. وطبعا كل اللي كان يقول السيد نصر الله طبعا لأن الحكم استمرارية، المقاومة استمرارية، المقاومة يعني موجودة والخطط موجودة، فهي هتستمر بهذا النهج وستستمر بنهج كبير. وأعتقد أنه اللي شفناه بالأيام الماضية خاصة امبارح تكثيف العمليات، امبارح أو أول امبارح كان في كمان أيضا عمليات نوعية في إشي بعد ما نعرض عنها، في إشي بعد ما نعرض مشاهدها. وأعتقد أنه موضوع العملية البرية سيكون هناك يعني مفاجآت، وبلشت من امبارح. لذلك اليوم بالعودة إلى مدى يعني هذه الحرب، يمكن يكون في اجتياح بري واسع، يمكن يكون تمهيد هلا بالنار بالايام اليوم وبكره، تمهيد بالنار قبل الدخول، يمكن يكون في عمليه محاوله لعمليه انتصار وهمي انه عملوا على الحدود او عملوا مناوره او احتلوا بعض الكيلومترات على الحدود. الدخول بعمق يعني مثل ما كان حكى انه لجنوب الليطاني، كل هالمنطقه مش مبين ولكن كل شيء وارد. ولكن هذا بأكد أنه نتنياهو مستمر بعمليات الإجرامية، مستمر بالوهم، مستمر بالاعتقاد أنه قادر على يعني هو عام كامل لم يقضي لا على حماس ولا على الجهاد الإسلامي ولا تابع علي مصطفى في غزة، وأيضا لا تمكن مش بسنة مش بسنتين ولا بمئة سنة أنه يقضي على المقاومة اللي هي موجودة أصلا بأرضها، موجودة على الحدود يعني من عام 1982 بعد حتى بعد التحرير. يعني كل مرحلة 82 تغيرت القومة، صار في شد حدودي. بالعام 2000 تحرر القسم الأكبر من الجنوب، كمان صار في ترتيب آخر للمقاومة. بالعام 2006 أثبتت أن المقاومة كثير تطورت من 2000 إلى 2006، من 2006 إلى 2016 المقاومة كثير تطورت بمكافحة العمليات الإرهابية والإرهاب والتكفيرين وأساليبهم والعمليات الانغماسية، كثير تطورت. صح أنه ربما يعني كشفت قدرة المقاومة وتمركز المقاومين وبعض الوجوه اللي تم اغتيالها، ولكن كمان اكتسبوا خبرة. واليوم عام كامل من الصراع المختلف، يعني المقاومة بعملية طوفان الأقصى ب 28 عملت نوع من المحاكاة الجديدة للحرب مع العدو، بين مزجت بين الهجوم وبين الدفاع، بين المبادرة وبين فعل على رد الفعل وفعل من دون رد فعل. لذلك يعني حاولت غير أسلوبها، غير تكتيكها، المقاومة تتكيف مع كل الظروف، وهذا اللي كمل يعني ضمن استمراريتها من أكثر من 40 سنة لليوم. المقاومة تتطور، المقاومة يعني يعني يمكن اليوم تنتكس عندها بعض الأمور، ولكن اليوم الثاني بتعوض بمكان آخر، بتتلافى الأخطاء. طبعا الميدان كثير بكشف كل المقدرات، يعني مقدرات المقاومة وإمكاناتها، وطبعا كل الرصد اللي صار حتى يعني الرصد اللي صار بالحدود واحد حدود اثنين، لبعض البعض ممكن سخر او سخف الامر، ولكن اللي مبين انه معظم هذه يعني الاهداف اللي تم تصويرها هي تحت مرمى نار المقاومه. المقاومه امبارح استعملت للمره الاولى صاروخ جديد كمان دقيق، صواريخ فلسطين بعد في كثير اشياء ما كشفت عنها، اسلحه دقيقه ما كشفت عنها. وعلى ما يبدو انه العدو يتحضر لعمليه لمعركه طويله شبيهه بمعركه غزه بريا، وهو يحاول ايضا، هو يعتقد انه ممكن يغير حتى جغرافيا على ارض الدمار الواسع، ممكن يعني يفوت برايه انه عم يعمل نوع من تغيير ديموغرافي، تغيير جغرافي، يفوت على يعني ضرب مثلا مخازن برايه يعني الانفاق الوديان اللي تركز عليها كثير قبل ما يعمل العدوان الواسع. عم يحاول هو يعني يضرب الاستراتيجيه للمقاومه، تجهيزات الاستراتيجيه، لكن هو واهم طبعا. راح طبعا عم يراهن على حرب طويله وحرب استنزاف، ومع تدمير كبير قوي، مع محاوله ايضا لزياده الضغط على المقاومه بتكثيف النزوح. ضربه الكولا من يومين صح انه حاول انه اغتال قيادات فلسطينيه، ولكن هدفه ايضا انه يتقول انه ما في مكان امن، من جبال للمعيصره لبعض الان بالشوف للكولا لمعظم المناطق اللبنانية، لم يوفر حتى يقول انه ما في منطقة لبنانية امنة، وكل ما بعد تهديد لمنطقة بدها تخلوها وحيدمرها حتى يزيد طبعا نوع من الارهاب وسالة الفزع والخوف. وايضا المقاومة وفق ما يعني كشف الشيخ نعيم عاصم امبارح انه المقاومة تحضر لعملية، يبدو انه عنده كاين معلومات عن الموضوع، ترصد الموضوع،
عامية برية وتتحضر لمعركة طويلة. كل المؤشرات بتقول عند نفس الأمر إنه الإدارة الأمريكية الحالية بمرحلة صرف أعمال لن يكون هناك يعني وضوح للمنطقة قبل يعني ما تنتهي الانتخابات الأمريكية. ومن ثم هناك بقى كمان مرحلة رمادية أو فترة تمتد من 25 إلى شهر الثالث أو شهر الرابع لاستلام يعني كمان الرئيس الجديد مرحلة الحكومة المقدمة الأرضية. كلها مرحلة من شهر اليوم يعني من شهر 9 لشهر 4 أو 5 نحن في حالة حرب، وإن شاء الله مطول أكثر من هيك الحرب يعني يمكن تكون بعد منا يمكن يكون في مخطط مال مخطط لي يعني تسوية. معقول يكون في تسوية؟ معقول يكون يتوصلوا لحل دبلوماسي؟ يعني اللي بيروح لاغتيال كل قادة المقاومة يعني لو هو عم يركز على طبعا لبنان سرق الأنظار عن جبهة غزة، هو عم يحاول كمان أيضا بغزة تنفيذ اغتيالاته بالضفة، عم يحاول طبعا يقضي على المقاومة الفلسطينية ويعمل وضع مختلف في غزة وبالضفة يعني عم قدر الإمكان يغير أيضا تدمير تهجير اعتقال قتل المقاومين طبعا اعتقالات السجون بلبنان طبعا بده يحاول هو عم يقول بده يحاول يغير وجه المنطقه والقضاء على حزب الله هو مش حيقدر. لذلك هذه الحرب طويله حتكون حرب استنزاف. وبالنسبه للتسويه مش واضح انه اليوم اللي بروح على حرب من هالنوع تدمير كامل بكل لبنان اغتيالات لكل يعني كل القيادات المدنيه بالمقاومه الصف الاول رعيل الاول واغتيال الامين العام للحزب يعني هو رايح بالحرب للنهايه هو عم يقول وحتى سنغتال الامين العام الجديد يعني هو مش موقف ومش عم يتهدى. لذلك يعني انا بعتقد انه المقاومه بالبدايات التاسيسيه من معركه خلد 82 لن تكن ضعيف المقاومه، هزمت العدو بخلدي ومن عمليه الومبي لطرده من بيروت لشروط الحدود ومن ثم بالتحرير، لم تكن المقاومه يوما ضعيفه حتى تقبل بتسويه، يعني تسويه على دماء الشهداء مستحيل هذا الامر. يعني شو اللي تحقق اليوم؟ انه كنا عم نقول قبل ما يعمل عمليه كان حكى عن تسويه كان نعم عملنا انه قبل ما يتم اغتيال السيد نصر الله، اليوم بعد ما اغتيال السيد نصر الله يعني قائد المقاومه وضرب ضاحيه. بس الرئيس بري امبارح عفوا يعني استاذ علي على الرئيس بري صرح وقال امبارح انه هيدي التسويه حكي فيها مع السيد قبل استشهاده بتطبيق القرار 1701 والوصول الى تسويه. نعم صحيح الكلام، نعم حتى حسب الله انا حكيت معه قبل استشهاد السيد بيومين سالنا الرئيس بري انا سالته وقالوا انه احنا هدف الجبهه الجنوبيه هو اسناد غزه، عندما يوقف نتنياهو العدوان على غزه نحن نعتبر انه انتصرنا وهذا نعم. بس قبل ما تصير عدوان على الضاحيه يعني نحن اليوم خلينا نكون هلا اختلف المشهد بعد العدوان وبعد استشهاد السيد نعم. هو عم يقول هو بده يقتل حتى اخر مقاومه هو قال نعم. نتنياهو حتى طلع عمل حتى العنجهيه بيقول انه طلع عطى الامر للامم المتحده يحكي بالسلام. اليوم بايدن بيقول لنا انه كل ما يضرب ضربه بيبعث لنا هوكشتاين بيعملوا ضربه اغتيال بعد هوكشتاين عملوا اول اغتيال فؤاد السيد فؤاد شكر ما بتمشي يا مين عم تضحكوا؟ نحن اليوم بحاله حرب، الحرب اليوم في شهداء في دم شهداء، يوم كل المدني حتى اليوم برعاية السيد حسن فضل الله عنكم على جديد قال احنا كل شهيد امراه او طفل سوري او لبناني او فلسطيني ودم دم برقبه المقاومه، المقاومه ما بتفرط بالدبيتشو نعم. هذا السيد كل مدني وقبل مدني ما حدا يفكر اذا اغتالوا السيد يعني اغتالوا المقاومه اغتالوا قيادات المقاومه كلها كل الصف الاول صف الثاني والصف الثالث كل طفل بلبنان هو مقاوم وستستمر المعركه. نحن صارنا كثير كبير مع العدو اليوم مش من اليوم من قبل الطوفان الاقصى ليش كان حتى موضوع 17/01 الرئيس بري كان دقيق ايضا هل العدو سيطبق 17/01 28,000 خرق بال 2023 و 50,000 خرق بال 2024 يعني كيف بدنا نطبق قانون ما بيحترم مش معترفين بوجوده اصلا يعني اليوم تطبيق القانون او تطبيق 17/01 من بتطبق من ملتين اول شيء الانسحاب من كامل الارض المدنيه المحتله مزارع شبعة والغجر وثلاث فرشوبة سحبوا منها ما سحبوا وقت كل الاشكال العدوان البري والبحري والجوي وقبل هيك ووقف العدوان على غزة وقال ريسبري خلصوا هول تنحكي بس 17/01 يعني يوقف العدوان على غزة اليوم ووقف العدوان على لبنان ينسحب من كل الوضع المحتل وتعال نحكي بس 17/01 عايز نحكي بس 17/01 شو اللي تغير انه هو اللي عم يشن العدوان على لبنان واليوم لبنان بحالة دفاع عن النفس. اليوم لما بصير ضرب العاصمه وضرب الضاحيه وضرب المدنيين اي حرب عم يخوضوا حرب اباده هل ضمن الحرب الاباده سيكون في تفاوض على اي اساس؟
تفاوض على دم الشهداء، تسوية على دم الشهداء من القائد المقاومة على رمزيته وعلى على فداحة الخسارة، ولكن سيد حسن بيقبل انه يصير تسوية اليوم على دماء الشهداء على دم وعلى دم المقاومة؟ مستحيل. المقاومة اليوم قالت وجريئة وواضحة وما بتخشى شيء. يعني المقاومة اليوم قبل ما تحقق الاهداف اللي وضعت، قبل ما تحقق الانتصار وتحقق يعني الثأر اللي احنا ثأرنا كبير اليوم مع العدو وتحقق كل هالاهداف، ليش بدكم في تسوية؟ على اي اساس تسوية على دمها؟ لا. لذلك اليوم هذا حكيت رئيس بري يعني اكثر شخص مؤتمن على يعني على دم الشهداء وعلى على الوطن، انه نحن ما بدنا نشكك برئيس بري. الشيخ بري طلع معك الصوره يعني، وكان حتى على موضوع التسويه الرئاسيه انه ودعوه للحوار، انه اليوم بيجي بيقول لك حدا اليوم بده يعمل جلسه للرئاسه، انه هو واقع هالكلام، هو عايش هون ولا عايش وين؟ اي جمهوريه عايش فيها؟ اليوم انت الحرب عم تلمع اشلاء العالم من الضاحيه ومن القوله، بدك تعمل جلسه رئاسيه؟ إذا بيمشي الحال ليش لا؟ إذا اليوم بطل ناطرين الخارج وبطل ناطرين الأوامر الخارجية لبعض الخوة فلي تفضلوا، ما في مشكلة. ولكن أي تسوية على دم الشهداء مرفوضة، وأنا بأكد لك ما في أي تسوية، ما في كان في حكي يعني طرح أمريكي لكنه كان تقطيع الوقت تحضير الاغتيال السيد نصر الله، وصارت واضحة أن الأمريكيين بيعطي يعني بيحاول بمكان ما أنه يعني ينفس الأجواء، إذا عمل عملية إيران ما ترد، حزب الله ما يرد، وبيبعث موفد إيه يكون العدو عم يحضر شيء ثاني، عملية إلهاء تقطيع وقت. وبارح قال اليوم إحنا تسليحنا أخذنا علم بالعملية البرية، تسليحنا لإسرائيل مستمرين فيه ملتزمين فيه، إنه شو عم يقول هو؟ إنه أنا موافق على الحرب وأنا داعم الحرب ومكمل الحرب، فأراد حرب مفتوحة، فلتقى حرب مفتوحة، إنه شو اليوم بعد لبنان يخسر يعني؟ لو شو المفروض بعد أكثر؟ ندمر أكثر؟ طيب فلتكن هاي الحرب دفاع عن نفس حتى النهاية.